كما تشاهدون جمهورنا الرياضي الكريم وتتبع قناة البلاد وأوفياء برامجها الرياضية، نحن متواجدون الآن في مقر القرية المتوسطية مع لاعب النادي الوكالة القطري والنجم الساحلي سابقا ومدير وهران وخريج جمعية وهران بوعلام مصمودي للحديث عن عدة مستجدات تخص مشواره الكروي وتخص الحدث الآني والأبرز بولايته ولاية وهران هي الألعاب المتوسطية. بوعلام مصمودي فتح لنا قلبه وخصنا بهذا الحوار أو بهذا البورتري عنه وعن مدينة وهران. بوعلام مصمودي نشكرك على هذا الاستضافة. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم أنا أخ وليد على هذا الاستضافة ومرحبا بكم هنا عندنا في وهران. بوعلام هي راح تكون استضافة ربما خاصة نوعا ما، خاصة أنها جات مع الألعاب المتوسطية بمدينة وهران، وهران الباهية، وهران عروس البحر الأبيض المتوسط. واش تقدر تقولنا على مدينتك مدينة وهران؟ مدينة وهران كما تشوف راح على أتم استعداد لاستقبال العالم هنا في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. شوف إن شاء الله نكونوا هنا كاع الجمهور الوهراني يكون على أتم استعداد باش يستقبل هاد الأبطال، إن شاء الله نشرفوا مدينة وهران ونشرفوا الجزائر. أنت كلاعب ربما تنشط خارج الوطن، كان ليك الحظ أنك الآن راك متواجد في مدينة وهران مقارنة ربما مازال ما خيرتش الوجهة المقبلة، كيفاش راك تعيش هاد الألعاب ولا كيفاش عشت التحضيرات تاع المدينة تاع وهران لهاد الألعاب؟ والله وهران تشوف تغيرت الشهر في الأيام الأخيرة هذه، تغيرت كثير، راها الأهب استعداد باش تستقبل الأبطال بوفود المشاركة. شوف وهران راها في أبهى حلة، ملعب كل في القرية المتوسطية كل جاهز إن شاء الله باش نكونوا على أتم استعداد إن شاء الله ونشرفوا الجزائر إن شاء الله يا ربي. بوعلام كنا تكلمنا ربما في الكواليس عندما دخلت هنا القريه المتوسطيه قلت لي بلي انه يعني كبرت وكل شيء تمام، ويعني انت انبهرت ببعض المنشات الرياضيه اللي متواجده هنا على مستوى القريه ببلقايد. والله انا ما كنتش داير في راسي بلي كاين قريه كبيره كما شاء الله فيها امكانيات كبيره. انا كنت نشوف استاد، كان لي شرف دخلت ولعت في ملعب وهران جديد، بصح هاد القريه والله عمري ما شفتها، اول مره دخلت لها والله انبهرت، حاجه ما شاء الله. ان شاء الله تكون هذه فرخ علينا الرياضيين الجزائريين ان شاء الله. بوعلام ربما انت كلاعب كره قدم كنت نشط في الجمعيه ونشط في المولوديه، ربما السلطات المحليه والهيئات الرياضيه المتواجدين على مستوى الولايه يطلبوا منكم انتم ربما تروجوا لهذه الالعاب، كيفاش راك تشوف يوم انت مستقبلا قبل ايام عن انطلاق الدور؟ والله مدينه وهران راني نشوف انا عندي اصدقاء كثير راهم يروجوا لهذه التظاهر هذه الكبيره تاع وهران في القلب. ان شاء الله نكونوا احنا الرياضيين مسافتين هنا وزدت في وهران وكبرت في وهران، ان شاء الله وهران تكون كما نقول لك تكون على اتم استعداد وتكون فيها الخير على الرياضيين تاعنا، وحنا ماذا بينا احنا ثاني ان شاء الله كرياضيين وكاي فنان كيروج للمدينه اللي عطاتنا كثير وتستاهل كل خير. بوعلام كان تسبق لك ولعبت مع المنتخب المحلي الموسم الفارط وكنت معهم في ستاج تاع ماجد بوقرة قبل ما افتتاح ملعب وهران الجديد. حقيقة الأمر أنك توقع تلقى المنشآت الرياضية في مدينة وهران بمن فيها ملعب وهران الجديد بهذيك الحلة اللي لعبتوا فيها. والله سيفري أنا كنت مع المنتخب المحلي، كان لي شرف لعبت في الملعب وهران هذا الجديد، لعبنا مع منتخب ليبيريا فزنا 5-1. والله ما كنتش نتوقع ان ملعب وهران يكون بالرواه هذيك والمنشآت اللي فيه الداخل. والله صراحه حتى اللاعبين زملائي تفاجئوا بالمنشآت الرياضيه اللي في جايين في الملعب، حتى الارضيه الميدان اللي كانت يوم المباراه كانت روعه، وشرف كبير مدينه وهران يكون عندها ملعب كما هذا. ربما هذه الملاعب وكل منشآت رياضية التي أنجزت في هذا الظرف
راح تعود بالفائده على الولايه ربما في قادم الايام، لانه الدورة هذه تنتهي إلى 6 جويلية، لكن كل المنشآت الرياضية وكل الشيء اللي أنجزه في هذه الفترة حيبقى لولاية وهران، وربما الرياضيين ولا اللاعبين تاع ولاية وهران حيعود بالفائدة عليها. احنا ماذا بينا احنا بعد الألعاب هذه بحر أبيض متوسط تكون فائدة الرياضيين تاعنا تاع وهران ولا تاع مختلف المناطق الجزائر، أي رياضي جزائري إن شاء الله يعود بالفائدة عليه. حتى الملعب هنا لوهران، شوف عندنا فريقين هنا في وهران، جمعية وهران ولمدية وهران، ان شاء الله ان شاء الله بعد الالعاب يكون فريق منهم، خاصة مدية وهران عندها قاعدة جماهيرية كبيرة، ان شاء الله يستفيد منها هذا الملعب ان شاء الله، ويكون فارق خير على الفرق الوهرانية وحتى الرياضيين ان شاء الله. ربما قبل ما نخرجوا من هذه النقطه كي نتكلموا على وهران الولايه ما نتكلموش على كره القدم، نتكلموا على ربما التاريخ ديالها، الحضاره تاعها، الثقافه ديالها. واش تقدر تقول على وهران كولايه، وهران كصرح؟ ربما والله وهران في كل مجالات، في كل مجالات خرجت ابرز فنانين، رياضيين، سياسيين، مجاهدين. والله مدينه وهران ما نوصفلكش وما عندي حتى ما نقدرش نوصف لك الشعور تاعي في اتجاه مدينة وهران اللي فيها كل شيء. الحمد لله ان شاء الله الواحد هذو كيما الوالي مدينة وهران ان شاء الله والسلطات هذو يعتنوا بالولاية كثير، اللي انا فيها كثير رياضيين كثير فنانين، ان شاء الله يا ربي تكون توجر في القمة ان شاء الله. بالحديث ربما على ولاية وهران، على هذه الألعاب البحر الأبيض المتوسط، ربما على عدة نقاط طرقنا عليها، كنت تكلمت أنت أنه ربما مسيرتك الكروية كنت تكلمت وقلت بلي أنه هذه الولاية مدت يعني فريقين اللي هما جمعية وهران ومولدية وهران، أنت لعبت في الفريقين جمعية وهران ومولدية وهران، وتقدر تقولنا على الجمعية اللي كانت المدرسة ديالك ومولدية وهران اللي كانت مثابة الانطلاقة تاعك أيضا. والله نبدأ فريق جمعية وهران اللي فريق كبير، فريق عريق، خرج عديد من اللاعبين برزوا في البطولة الوطنية حتى في المنتخب الوطني من الثمانينات. بعلم الحديث عن جمعية وهران إلا أنه لازم تحدثوا على فريق مولدية وهران، هذا الفريق العريق اللي تكلمت أنت وأشرت له في بداية ربما هذا الحوار، قلت بلي أنه أيضا يعيش ربما أزمة مالية خانقة مثل جمعية وهران، بالك الفرق بيناتهم أنه جمعية وهران في القسم الثاني هوات ومدية وهران في القسم الوطني الأول اللي نجا من السقوط هذا الموسم. مدية وهران كي تهدر على مدية وهران تفكر اللاعبين اللي مروا عليه، لاعبين كبار وألقاب كثيرة، تشوف تأسف تشوف هذا الفريق أكثر من 24 سنة ما تحصل على ولا لقب، اللي انا في صار فريق القلب مدية وهران اللي كنت ناصره من اللي كنت صغير، ما قيل عن جمعية وهران اللي خيرها سبق وخيرها كبير عليا اللي وصلت له، ونتمنى الفريق مدية وهران ان شاء الله شركه وطنيه تسير هذا الفريق باش يعود الى الالقاب ان شاء الله يا ربي في اسرع وقت. ربما الحديث عن جمعية وهران ومولدية وهران الا انه يتركنا عن التالق تاعك وفتح لك مجال المنتخب الوطني المحلي، واش تقدر تقول على تجربتك مع المنتخب الوطني المحلي، بعدها نتكلموا على الانتقال تاعك للنجم الساحلي والوكالة القطري وصرف هذا الانتقال. والله المنتخب المحلي كان لي شرف لعبت في المنتخب المحلي لما كنت في مدية وهران، استدعاني الكوتش ماجد بوكرا اللي نشكره كثير على الثقه اللي دارها فيا. والله خلينا درنا اربع تربوسات، درنا في وهران اول في مستغانم ورحنا لدبي، والاخير كان كاس العرب اللي ما كنتش في القائمه، ما حيت كنت نتمنى نكون معاهم باش نشرف الجزائر. هذه هي كره قدم ونحترم قرارات الكوتش. وهذه هي انتقال تاعك للنجم الساحلي، ربما البعض ما هضموش بارابور لي كاليتي اللي كانوا عندك، يقول لك بلي انه مسمودي اخطا ربما في الاختيار بعد الوكاله القطري عفوا نقول، واش تقدر تقول لنا الانتقال تاعك للنجم الساحلي ونادي الوكاله القطري، وهل انه انت في نهايه عقدك مع نادي الوكاله؟ والله انا انتقلت للنجم الساحلي، النجم الساحلي ما يخفاش عليك فريق كبير وعريق، وثاني مر ما كنتش انا نتوقع يكون بهذيك المشاكل والازمه الماليه الخانقه اللي كان فيها اللي اثرت علينا، خاصه حنا كنا 8 جزائريين في الفريق، كان علينا ضغط نوعا ما في الفريق، ما خلاوناش الظروف ما خلتناش نتالقوا كما كنا في النوادي تاعنا في الجزائر،
بها تفاهمت انه الاداره باش نفسخ الحق تاعي وانتقلت الى الوكاله القطري اللي امضيت معها 6 اشهر اللي كانت ايجابيه كثير. تحصلنا على مركز ثالث في البطوله مشاركه اسيويه ولعبنا النهائي كاس اريد ونصف نهائي كاس الامير اللي هي كاس الامير كنا مبازين عليها كثير باش نروح النهائي. خسرنا في النصف النهائي لكن تجربه ناجحه وجيده بالنسبه ليا. وما يخفاش عليك باللي مديت سنيتي 6 اشهر وراني في نهايه العقد مع الفريق. بوعلم مصمود انت في نهايه عقدك، هل يطمح بوعلم العوده للبطوله الوطنيه من اجل انطلاق او من اجل انطلاقه جديده من البطوله المحترفه، ام ينوي انه يبقى خارج الوطن وربما الاحتراف يبقى المطلب الاول ديالك للوصول للمنتخب الوطني الاول؟ والله تشوف انا لما احترفت شفت الامكانيات الكبيره خاصه في قطر، شفت الامكانيات اللي في هذاك البلد وشجعتني كثير باش نواصل في هذاك البلد ولا في بلد اخر يكون عندي امكانيات كبيره. ان شاء الله انا عندي عروض هنا في الانديه الجزائريه، فرقه كبيره اتصلت بي واتصلت المانجر تاعي خاصه اللي هو راه متكلف كل شيء. والله اي واحد انا نتمنى نواصل الاحتراف، اي واحد يتمنى يحترف باش يطرق الابواب المنتخب ان شاء الله وكل شيء بالمكتوب. بعلم تكلمتك على المنتخب الوطني، يوجد كوتش ناخب وطني اللي هو جمال بالماضي، منح الفرصه وعاد الثقه للاعب المحلي. انت في سن ربما 25 26 سنه، اكيد عندك طموح اللاعب المنتخب الوطني، ربما لهذا انك تفكر دائما في الاحتراف خارج الوطن. والله اي لاعب اللي ما كاش عنده طموح وحلم ماشي تقمص الوان المنتخب غير الله يحبس باسكو المنتخب الوطني حلمي من اللي كنت صغير، كنت ندير في راسي بلي نلعب في المنتخب الوطني، لعبت في كاع الاصناف الصغرى ولعبت في المنتخب المحلي، بقات ان شاء الله المنتخب الاول اللي راني نعمل عليها ان شاء الله بالبزاف ان شاء الله باش نكون في المنتخب ان شاء الله. مصمود الان ربما تكلمنا على المسيره الكرويه ديالك، تكلمنا على طموح الالتحاق بالمنتخب الوطني الاول، على مشاركتك مع المنتخب المحلي، احترافك على العاب البحر الابيض المتوسط. مصمودي اليوم راك متواجد في وهران، راك تعايش هذا الحدث، شفناك حتى ربما المنظر هنا لفت انتباهك، واش تقدر تقول للجمهور الوهراني باش يكون ساند دائم ربما للسلطات الهيئات الرياضيه في هذه الالعاب؟ والله جمهور الوهراني بلا ما نقول لها جمهور معروف بالحسن الضيافه تاعه بالكرم، اي واحد يجي من خارج الوطن ولا خارج الولايه رحبوا به. ان شاء الله نكونوا يد نديروا يد في اليد ان شاء الله باش ننجحوا هذه التظاهره هذه اللي راها في وهران، اللي غادي نشوفوا فيها الوهران ان شاء الله على اكمل نقول احسن وجه ان شاء الله، ونشرفوا الجزائر هي بلدنا الغالي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. وانا بصفتي انا مقيم هنا في ولايه وهران، نطلب كاع من المواطنين اللي ساكنين خارج سواء خارج ولا داخل خارج لو نقول لهم مرحبا بكم هنا في مدينتكم وهران، يترحب بكم وترحب بضيوف العالم ان شاء الله، وان شاء الله نكونوا على احسن وجه ان شاء الله باش نشرفوا وهران والجزائر ان شاء الله. اكيد الحديث عن ولايه وهران وعن كره القدم وعن الرياضه عامه يخلينا نتكلموا ربما على ابرز اللاعبين ولا الوجوه الرياضيه في الولايه. نتكلم لك بالك على النجم يوسف بالليلي اللي راه يمتع في الجزائريين، اللي راه يبدع مع المنتخب الوطني الانديه اللي يلعب فيها عفوا اقول، وانت كصديق ربما ولا زميل ولا مقرب من يوسف، واش تقدر تقول لنا على يوسف بالليلي قبل ما نختم هذا الحوار اللي كان شيق معك اليوم؟ والله يوسف بالليلي تشوف لاعب كبير صراحه، واحد ما يختلفوش عليها الناس، لاعب كبير بزاف اللي لولا العقوبه القاسيه اللي مرت عليه لولا راح في نادي كبير في اوروبا. شوف المستويات اللي قدم فيها مع المنتخب الوطني مستويات كبيره، يعني انا نشوف بالليلي منتخب صحيح منتخب كبير، بصح شوف كيما يلعبش بالليلي ديفو نحسوا باللي حاجه ناقصتنا،
ان شاء الله انا نوجه لها تحياتي من هذا المنبر. يوسف هو صديق مش قريب بزاف بس صديق نعرفه بيان يعرفني. نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله في مسيرة الاحترافيه تاع ان شاء الله ومزيد من التالق ان شاء الله مع المنتخب ونسحقه في المنتخب يكون ان شاء الله في كل نسحقه يكون في المستوى تاع ان شاء الله باش يفرح الشعب الجزائري. هو فرح الشعب الجزائري ونتمنى يبقى توجور يفرح هذا الشعب اللي مجروح مع الاقصاء في المونديال والاقصاء مر. حتى انا والله كنت نفكر المباراه تاع الكاميرون كني ندي في القنطره ستيامات نهار الاقصاء ان شاء الله. انا نتمنى المنتخب ان شاء الله يرجع للمستوى تاعو ان شاء الله باش نفرح هذا الشعب ان شاء الله. ابو علام نشكرك على الاستضافه في هذا الظرف الحساس اللي عندك بالك ارتباطات فيه، خاصه انه جاء ربما انا بالنسبه لي الوقت جيد لانه جاء مع نقدر يقولوا يواكب هذا الحدث الان اللي هو العاب البحر الابيض المتوسط. شكرا لك. كلمه ختاميه من منبر قناه البلاد ولما لا نلتقي في حصص ومواعيد اخرى ان شاء الله. والله نشكرك اخ وليد على هذا الاستضافة ونشكر قناة البلاد نشكرها بالبزاف. وهذا المنبر نقول للشعب الجزائري نقول لهم كاع الشعب الجزائري مرحبا بكم في وهران. ان شاء الله نكونوا احنا في المستوى ان شاء الله تطلعوا تكون مدينة وهران. على بالي بالمدينة وهران على اتم استعداد باش تستضيف كاع العالم ان شاء الله. يا ربي نتمناكم كل خير ان شاء الله ومرة جاية ان شاء الله يا ربي. لا شكرا على واجب ونلتقي جمهورنا الرياضي الكريم مع لاعب آخر وفي مواعيد إخبارية ورياضية أخرى. سلام.